أيها الملك، إنه قد جاء إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم. قال جعفر: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. لقد فتح الله على جعفر بن أبي طالب حتى بكى النجاشي عندما سمع آيات سورة مريم، وبكت الأساقفة. إن هذا والله والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. انطلق، فلا أسلمهم إليكما أبدا. وقد عرض جعفر كل مساوئ الجاهلية وعوراتها، بحيث أصبح هذا الدين الذي يدين به وفد قريش تتقزز منه كل نفس بشرية. وكانت هذه هي الجولة الأولى، وبين لهم أن النبي لم يبدأ معالجة تقاليد الجاهلية من خمر وزنا وميسر وربا من أول الأمر، وإنما بدأ بلا إله إلا الله. فعندما دخلت قلوبهم وتعرف الناس بإلههم الحق، وكذلك تعبيدهم له وتذكيرهم بنعمة الله على عباده وبيان ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية، اطمأنت القلوب وأسلمت نفسها لله، فلا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما اختاره الله، واستقرت نفوسهم للطاعة وتنفيذ أوامر الله. هذه كارثة، لقد أسلم عمر بن الخطاب وحمزة عم محمد، وكذلك فشلنا في استرداد المارقين الفارين إلى الحبشة يا أبا الحكم. لا أدري ما الذي يغري هؤلاء القوم في دين محمد، حتى أن أبا طالب لم يعبأ بكل ما عرضناه عليه من حلول وإغراءات. لابد من مواجهة كبرى مع محمد وأتباعه، لا أعرف موعدها لكنها آتية، آتية لا محالة. يا معشر قريش، لقد اجتمعنا على هذه الوثيقة التي تقضي بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب، فلا بيع ولا شراء ولا زواج بيننا وبينهم حتى يسلموننا محمدا لنقتله. سنحاصر محمدا وعشيرته حتى يعودوا راكعين مستسلمين. مهما كان الثمن فلن ينتصر علينا محمد ومن معه من الصابئين. لا تبيعوا لهم ولا تشتروا منهم، لعلهم يرجعون عما هم فيه من كفر بآلهتنا وادعائهم بأنها لا تنفع ولا تضر. وكان الوضع داخل الشعب بالغ الضيق والضنك بالمحاصرين المسلمين وعشيرة النبي من كفار بني هاشم وبني عبد المطلب الذين دخلوا معه الشعب عصبية قبلية لا يلحقهم العار إن تركوه ليقتلوه. ومرت سنوات على هذا الحصار الظالم والذي ذاق فيه المؤمنون مرارة الحصار وحلاوة الصبر والإيمان. لا تبيعوا لأتباع محمد أي طعام أو شراب، زيدوا على السلعة أضعافها إذا جاءكم أحدهم. وماذا يستفيد التجار منك يا أبا لهب؟ سنعوضكم بالمال، ولكن قاتلوهم معنا.
لماذا تفعلون كل هذا مع بني جلدتكم؟ تركوا دين الآباء والأجداد؟ وما هو الدين الجديد الذي يدعون إليه؟ كف عن هذا اللغو وإلا قتلتك. فلا دين إلا ما نحن عليه. يا حبيبي يا رسول الله، مات أبو طالب الذي كان ينصرك، وماتت خديجة التي كانت تهون عليك كل شيء. ومع اشتداد أذى قريش للإسلام وجرأتهم على النبي بعد موت أبي طالب سنده، بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن منافذ جديدة للدعوة. حبيبي يا رسول الله، تذهب كل هذه المسافات وتقطع الصحراء داعيا لدين الله وحدك. فاستصغر هؤلاء القوم ما قاله لهم رسول الله، ونادوا صبيانهم ليؤذوا رسول الله. أخذ أهل الطائف يرمون النبي الكريم بالحجارة حتى نزفت قدمه الشريفة دماً طاهراً، وزيد بن حارثة يحاول أن يحميه ويصد عنه. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. وماذا فعل رسول الله يا زيد؟ جلس تحت ظل نخلة وكان مكروبا ودعا ربه. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، فلم يجبني أحد إلى ما أردت، فانطلقت وأنا هائم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك به، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت منهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله بعثني إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لقد تحمل رسول الله في رحلته إلى الطائف إيذاء وتجريحا، ولكن الله ناصره ومكافئه. ألا إن نصر الله قريب.